بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين لقناة عالم الأفكار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن حاجة مهمة جدا. الأولى هي هي اختراق الحسابات، كيف ذلك؟ راح نتعرف بنسبة كبيرة إن كان حسابك أو حسابي مخترق أو لا. من المعروف أن كل شخص لديه إيميل خاص به يسجل به في مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك ويوتيوب، ويسجل بها أيضا في مواقع الدراسة ومواقع تحميل الكتب، المهم الكثير من المواقع. ولكن هذه المواقع من حين لآخر تخترق من طرف الهاكرز ويأخذ البيانات الموجودة فيها. الطريقة التي راح نشرحها اليوم هي طريقة سهلة، فيها الكثير من البيانات، تشمل قواعد بيانات التي تم تسريبها على الانترنت. طبعا من طرف من الطرق التي معروفة او مشهورة في طريقة اختراق، في طريقة الاختراق مش شرط ان تخترق مباشرة او يخترق حسابك او ايميلك مباشرة، ولكن تخترق المؤسسات والشركات التي انت مشترك فيها، وهكذا يعرف الايميل الخاص بك والباسورد او كلمة السر الخاصة بك. راح اشرح اليوم ان شاء الله موقعين متخصصين في جمع البيانات التي يتم تسريبها على الدارك ويب، والمواقع هذه تنظم كل البيانات التي تسمح لنا كمستخدمين عاديين باستعمالها بشكل سهل. الموقع الاول الا وهو هافايبين اوند، كلمة اوند مكتوبة بحرف البي، هي الاصل الكلمة هي اوند، بمعنى هل تم امتلاكي او بمعنى هل تم اختراقي. كيف يعمل هذا الموقع؟ طريقة سهلة، تأتي بالايميل الخاص بك. على سبيل المثال نضع الايميل الخاص بنا ونعمل عملية البحث في هذه قاعدة البيانات، نقول له ابحث. طبيعة الحال يأتي الايميل، ماذا يقول لي؟ أعطاني هذه هذا النتيجة، يعني الموقع الخاص بي تم اختراقه. الموقع الخاص بي تم اختراقه. ماذا قال؟ قال لك أوند، ما معنى أنا ممتلك، بمعنى يجب علي تغيير الباسورد الخاص بي لهذا الإيميل. وكذلك ماذا أفعل الآن؟ يجب علي مراقبة هذا الإيميل الذي استعملته، أين أنا أستعمله، وأبحث كل المواقع التي استعملت بها هذا الإيميل وأغير الباسورد الخاص بي. المهم حتى ما إذا كان الإيميل ما لم يكن مخترق، تعطيك هذا المكان، يعطيك لون أخضر بأن الحساب الخاص بك غير ممتلك أو غير مخترق. أعتقد أن الشيء واضح. الآن كيف نعمل على هذا الموقع؟ نستطيع من ما نستطيع أن نذهب إلى هوز بين أوند، نبحث في هذه، يعطيك هذه القاعدة البيانات، هذه المواقع اللي تستطيع أنت، هذه كل المواقع التي تم اختراقها. أنت تبحث هنا في هذه قاعدة البيانات، ربما أنك مسجل في موقع من المواقع هذه، يسهل عليك العمل في أي موقع أنت اخترقت.
بالشرح السهل والبسيط. المهم انا ابحث بعدين ابحث عن حتى لا يطول الفيديو. ثانيا نعطيك فكرة اخرى، مثلا notify me، نضغط هنا notify me. ماذا يعني هذا؟ يعني انك تستطيع وضع الايميل الخاص بك هنا وتضغط هنا على هذا. انا لست برنامج روبوت، وتضغط على notify me of تضغط هنا على هذا الزر notify me of outage. ما معنى؟ اذا كنت اخترقت يبعث لك هذا الموقع، يبعث لك رسالة لتغيير الباسورد الخاص بك، او بطريقة اخرى الباسورد، نضغط على الباسورد هنا. تستطيع كذلك البحث بالرقم السري، وانا لا انصحك انك تبحث او تستعمل الباسورد، لكن هي طريقة من الطرق التي يجب عليك او كي اي انسان يستطيع استعمال يسمح لنفسه باستعمال الرقم السري يبحث بالرقم السري حتى يجد النتيجة. الان نمر الى الموقع الثاني، وهو ام اي براشيد. هذا الموقع اللي تستعمله كموقع اضافي، كذلك عنده قاعدة بيانات كبيرة جدا. نعطيك الموقع هذا، تستطيع استعمال الإيميل، رقم الهاتف. على سبيل المثال رقم الهاتف، الكثير من الناس يفتح موقع الفيسبوك مثلا على سبيل المثال بالرقم الهاتف، ممكن يكون مخترق من طرف رقم هاتفه. دومين، هنا دومين لا يعني من المعنى باللغة الفرنسية المجال، هذا يعني بأن إذا كان لديك موقع دومين، ما معنى دومين؟ هذيك .com .net إلى آخره، هذه هي ما معنى الدومين. إذا كان عندك موقع كذلك تضغط هنا وتبحث، تكتب الموقع تاعك وتبحث إليك إن كان مخترق أو لا. كذلك تستعمل الباسورد الخاص بك إذا أردت. أنا دائما لا أنصح بهذا، لكن إذا كان الإنسان أراد استعمال الباسورد فهذا أمر يخصه، وكذلك يعطيك نتيجة إن كان هذا الرقم السري قد عرف على قاعدة البيانات أو لا. مثلا نستعمل الحساب الخاص بنا، أعتقد لا يعطيني، نكتب الحساب الخاص بنا، نتأكد إن كان مخترق أو لا. نقول له ابحث، نلقي له نوع الماء، هذا الايميل، اعطيته ايميل ثاني. يقول لي ان your email account appear to be safe. ما معنى؟ معنى بان الايميل الثاني هذا غير مخترق. الاول لو تلاحظ، نذهب الى الاول، تلاحظ انه قال لي بانه عفوا، نذهب الى هنا البحث، ليست هنا لنبحث. ماذا قال؟ قال لأنك مخترق. لاحظ أنه قال بأني مخترق. الإيميل الثاني قال لي بأن الإيميل غير مخترق. ولهذا يجب على كل إنسان لديه إيميل أو إثنان، أو يبحث عن الإيميلات التي يستعملها كثيرا في المجالس، خاصة في قاعدة البيانات الخاصة بالتواصل الاجتماعي. وهذه المواقع فيها اختراقات كثيرة من الهاكرز. الهاكرز تبحث كثير في المواقع هذه حتى تصل إلى مبتغاها. المهم موقعين، هذين الموقعين صادقين وفيهم قاعدة بيانات كبيرة. المهم ابحث عن الإيميل الخاص بك وغير الباسورد، إن كان مختار غير الباسورد، وإن لم يكن مختار فأنت من المحظوظين. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.